أمسيات عزازية مع الفنان الصاعد حبيبنا عبد العزيز بلقاء زملائي واصدقائي وحبايبي في الاكاديميه محمد سراج وكل الموجودين في الكيتشن مع اني اول مره اشوفهم بس اوكي اعزائنا المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من امسيات عزيزيه انا قلنا في الحلقه السابقه بعض الاغاني الطربيه طبعا تحيه للام حبيبي محمد واتمنى تكوني تحضر الامسيات هذه وتحيه لامي برضو ولام ميشو ولام يحيى ولام ابراهيم ولكل الامهات في العالم وكل اصدقائنا وجمهورنا وحبايبنا في العالم ونتمنى ان تنال على اعجابكم هذه الامسيات برفقه جميع زملائي هذا البرنامج برعايه بوم تك تك اوكي تعال زوزو ليل يا ليل ناس يا ليل بيشكولك ما جاهم فيك ناس يا ليل فيك ناس يا ليل بيشكولك قول يا عبد العزيز ما جاهم بالليالي محدش غير الحزن معاهم حبك الغضبان تعمل ايه قلت قبله قبله بفرحة الحرمان واجب لهم الشمس طرحة وملامر فستان حنان خليك جرب حلاوة مية العطشان يا ليل يا ليل عيون القلب سهرانة ما بتنامش لازم اتعب حالي كمان بالعكس بالعكس انا ما ما غنيت عاليه انا عيوني
شيء. الله في ذات الليل تبت سهران على رمشي ذات الليل سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وعيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وعيونه تشبع نوم روح نوم من عين حبيبي روح حبك يا حبيبي اكتب على الليل اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك حبيبي اكتب على الليل اسمك يا حبيبي انت تروح وتمشي وانا صار ما نمشي اللي ما تقدرش ضيفك يا حبيبي تروح وتمشي وانا صار ما نمشي قول يا زوق فامشي الهوينا فامشي الهوينا لما هذا الضرار من عيونك من عيونك من عيونك ساحرة الأحوضان الليل يا ليل انت تروح وتمشي وانا سر وانا امشي اللي ما بتسهرش حبيبي حبك يا حبيبي